رسميا أجويرو يصدم الكل ويعلن اعتزاله كرة القدم. نعم، مشاكل القلب أجبرت أجويرو على الاعتزال. تبى تعرف إيش قدم هذا المهاجم الأسطوري في مسيرة الكروية؟ تابع المقطع الأخير. معاكم هيمكس، لايك فولو عشاق الكرة. لعب المهاجم الأرجنتيني أجويرو 808 مباراة وسجل من خلالها 420 هدف، وصنع المهاجم الأرجنتيني 137 هدف، وحقق سيرجيو 18 بطولة رسمية، ووصيف كأس العالم مع الأرجنتين صاحب الميدالية الفضية في مونديال 2014، وهو الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي ب 280 هدف. وكان آخر هدف لأجويرو في مسيرة الكروية ضد ريال مدريد، ولن ينسى أي مشجع لمانشستر سيتي هذه اللحظة التاريخية، هدف حسم الدوري من أجويرو. انتهت مسيرة واحد من أفضل المهاجمين في العالم. في النهاية، وداعا أجويرو.